بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بنكمل النهاردة مناقشتنا في موضوع الخزان الأرضي. قبل ما نبتدي بنقوله الأريا بتاعت السبرينج، بنقوله هنا مثلا لو مسكنا نقطة هنا أو هنا في نص الخزان، بنقول إن الشيل دي متر في متر، يبقى بناخد من هنا نص وهنا نص وهنا نص وهنا نص، يبقى متر في متر. طيب نيجي هنا، يبقى من هنا النص يبقى نص متر، هنا دي 50 سنتي يبقى هنا ربع متر، هنا نص متر ونص متر، يبقى متر في 75 سنتي. اللي بره دي لو مسكنا اللي بره دي بنقوله ان النقطة دي عبارة عن نص متر ونص متر وربع متر، يبقى متر في ربع. لو مسكنا نقطة زي اللي بره دي بنقوله النقطة دي ربع متر في ربع متر، دي على أساس إنها نص في نص، وهكذا. نكمل الموضوع، موضوع الساب بنقوله نجيبه الام اتنين اتنين اللي هي المومنت في الاتجاه الرأسي اللي بنحسب بيه الحوائط. هنقوله اهي، طبعا الحيطة دي بتتكرر في الاربع اتجاهات، الخزان متماثل وكل حيطان زي بعض. بنقوله هنا العزم، لو بصينا للعزم كده، ده بالنسبة لحالة المية والديد واللايت، بيبقى العزم من جوه وقالب على بره. العزم جاي كده قالب على بره، من جوه سالب ومن بره موجب. هنا لو شفنا اهم حاجة في الحيطان او في العزوم بالنسبة للتنكات، ان احنا نشوفه العزوم ماشية ازاي، عشان الوش الانكراك والوش الكراك. لو بصينا كده يبقى ناحيتنا من ناحية بره اللي هو بالسالب، ناحيتنا من ناحية بره بالسالب، ومن جوه بالموجب. دي اهم حاجة احنا نبص لها، نبص كده، بص هنا سالب 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 سالب، من تحت موجب، هنا نهاية الموجب، هنا تقريبا هنا الأخضر ده نهاية الموجب تقريبا. طيب لو بصينا هنا هنلاقي العزوم الأول، نجيب العزوم اللي جوه اللي هي بتعمل كراك، نشوف كلها عزوم صغيرة، كلها عزوم صغيرة، بوينت وان كلها عزوم صغيرة لا تتجاوز 2.4. تمام، نشوفه، نجيب مثلا نجيبه من ناقص 1.1 لـ1.1. اوكي، شوف المنظر جه ازاي، عندنا 2 اهو، عندنا 2 3 4، عندنا اهو 4، يبقى أربعة أربعة من عشرة تقريبا أقصى حاجة، 4.4، في 4.5، تمام، في 4.5. نقوله نسهل على نفسنا شوية، لو قلنا مثلا في الول بالنسبة للكراك سيكشن اللي هو الانسايد، هنقول الام بـ4.5. تمام، بعد كده نجيب الاف، هنقوله اف 2.2، نشوفوا هنا كل الاف 7 9، طبعا انا ما شلتش زيرو. شوف هنا يمكن اقصى حتة اللي هي 11 ناقص 11.7، ناقص 11.7. برضو نكتب هنا 11.7 تقريبا، 11.7. نبتدي نصمم ككراك سيكشن 250 التي بـ60 سنتي. بنقول ان الام بـ4.5 و الام 11.7 تقريبا. الديزاين بيقولك ان الـ60 موافية 6 × 12، تمام، نكتبها هنا عشان ما ننساش، 6 × 12.
ده كده احنا اخدنا الجزء الرأسي. الجزء الرأسي طبعا هنا فيه اجزاء اقل من كده، لكن احنا اخدنا الايه الورست كيس. طيب نشوف الجزء الكراكت، الكراكت سيكشن، يعني لما نيجي كده نقوله اما 2 2، بنقول ان الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق ده كراكت على اساس ان العزم قلب لبره. نشوف هنا 6 6 6، نشوف نخليها من ناقص 6.5 ل 6.5، نقول اوكي. شوف 6.2، 6.3، تقريبا نقدر نقوله كله 6 و 6.3، نقوله 6.3. نشوف هنا تقريبا المكان 6.3، نقوله الاف 2 2، شوف 4، بص كام، ناقص 5، يعني أقصى حاجة تقريبا 5.5، 5.1. في الآخر نيجي نشوف ايه ده، 5.5، 5.1. لو قصينا هنا هنقوله ان دي 6.3، و5.1، بس هنخلي دي ب45، نقول ديزاين اوكي. 50 تقريبا في الحدود دي، 9 في 14، 9 في 14، 9 14. دي تاني واحدة، 9 في 14 على أساس 6.3 و5.1. طب هنا ده ايه ده؟ في هنا 11، في شاب هنا محترم 11، يعني 11 و8، 11 و9، 11، قول 12. عندنا هنا شد 12، هنا شد وصل 12. نشوف الام المقابلة ليه كام، اوكي بس في نفس المكان، هنا 1.3 تقريبا، 1.5، 1.6، 1.6. احنا غلطنا في اللي فات على فكرة، بنقوله ده انكراك، بنقوله 50، لأ هنقوله ان دي 60 60، بنقوله ديزاين 3، اوكي 6.12 زي ما هي. طيب اللي فاتت على فكرة كانت كراكت سيكشن اللي هي دي، هنقوله ان دي 6.3 و5 1.1، 10 بس كراكت سيكشن، بنقول ان دي 45، والديزاين طلعت مظبوطة بس 8.14، 8.14 مش 9، بس مظبوطة على 45، لو هنا 45 بنقوله هنا 60. تمام كده الحيطان تقريبا خلصت، بس فاضل الاتجاه الأفقي، هنقوله M11. اوكي M11 بيبقى العزم جاي كده وقالب على سوري قالب على بره، يعني العزم السالب لجوه وقالب من هنا على بره. تمام يبقى نشوف M11 هنا مثلا 5.7، 6 تقريبا، 6 هنقوله في الول هورزنتال، بنقول هنا عندنا الام 6،
نشوف الاف. طبعا احنا بنتكلم على الجناب دلوقتي، شوف الشد هنا يعني 9.5، 9.5 تقريبا، 9.5 بنقوله، 9.5 ونص ده في الهوريزونتال. في السايد مش في الايه، في السايد بنقوله كده مظبوط. لسه بقى في السنتر نشوفه، بنقوله في السايد ده انكراك، ده انكراك، بنقوله الام ب6 ودي 9.5. اوكي 8 × 14 على 50 سم، 8 × 14 ده ممكن يكون حديد ايه مختلف عن اللي في النص، 8 × 14 و50. نمسك فوسط الخزان، فوسط الخزان زي ما احنا شايفين، 1 و2 1 و7، يعني نقدر نقوله من ناقص 1، قول 8، 1 و8، 1 و8، اوكي، 1 و7، 1 و8 هنا، 1 و8.1، 1 و8، ممكن نقوله 1 و8. ده كراكت سيكشن، شوفوا الاف بتاعتها نفس المكان هنا، يعني 6 و 6 5 4، 6 5 5، 6 5 5، 6 5 5، يبقى الام 1 8 1، وده 6 6 5 5، ده كراك سيكشن، ونودي 45 زين. اوكي 6 12، 6 12 تمام. نمسك بعد كده الفلور، نمسك الفلور من اكس واي، الملف تقيل شوية، نجيب ام 1 1، اوكي تسريح في الاتجاه ده اتجاه اكس، لو بصينا لاتجاه اكس شوف اول جزء هنا الفلور عندنا الام بخمسات وستات، تمام 6. طيب ممكن تقوله من ناقص 6 ل6، نقول اوكي، نبص على الجزء 70 سنتي، بنقول ان الجزء ده اللي هو من 6 فيما فوق، يعني 6.5، نقدر نقوله 6 و6.1 مثلا الفلور ان اللي هو الام 6 و6.1، 6.1 نكتب 70، 6 و6.1 تقريبا في المكان هنا، هنا تقريبا، نقول نشوف الاف، تسعة ونص، يعني 9.5 أو 9.6، قولوا 9.6، مش هتفرق،
قلنا ده 6.6 و9.6، هنقول دي 70 زن. اوكي 70 عندي، 9 × 12 9. طبعا ممكن ايه نحولها لايه، نحولها ل 14 مللي، 35 جنيه برضه كده. هنقول ده ان وده ان زيها وده اوت وده اوت، تمام. طيب نمسك ال35 سنتي، نمسك ال35 سنتي كده، واحد واحد. نركز برضو في اتجاه العزلة، بنقوله هنا الأربعة أو الستة دي، الستة دي فين؟ دي من بره في الكراك ديسكشن من بره، تمام. هنا اللي بالسالب ده جوه، يبقى ده من بره وده من جوه، يبقى نمسك ده كده اللي هو تقريبا 1.4، أقول تقريبا يبقى السالب ايه من جوه، يبقى 1.4 ده أقصى حاجة، هنقوله 1.4. ده جوه يعني كراكت، بس كام؟ 7.72، 7.72 ده برضو ان هنقوله ده 35 سنتي، بنقوله 1.4 و7.72 ازاي؟ تمام، طلع 5.12، نقوله هنا 5.12 ده الكراكت. طيب نشوفه الانكراكت، نشوفه في الاول الانكراكت بالنسبة لايه، لل 35. الانكراكت بالنسبة لل 35 نقوله ام واحد واحد، اللي هو تقريبا هنا كام؟ 7.73، 7.73 و 7.73 و الإف بتاعتها 8.54، 8.54، يبقى ده جزء يا سايد، بنقوله انها 35، بنقوله الام 7.73، ودي 8.54 زي اوكي 8 أو 18، 8.18. يبقى معنى كده إن الجزء ده هنا 8.18، شايف عليها تاني 8.18، الجزء ده نحط له حديد إضافي 18 مللي، أو نشوف هيكمل على حديد ال35، لو كنا احنا هنحط 12 نشوف اللي هيكمل إذا كان 16 أو كده، تمام. شايك على حتة تانية والإف واحد واحد، هي كلها تقريبا بنفس المنظر،
تمام، بس نشوف عند الأمدام. كله تقريبا يعني في الرينج ده. يبقى معنى كده ان كل المناطق اللي تحت العمدان بنزود لها حديد، حديد ايه؟ حديد اضافي تحت، تحت في الرئة اللي تحت. ممكن مسافة، ممكن مسافة متر، متر او متر ونص، بنزود في الاتجاهين. تمام. بعد كده فاضل ايه تاني؟ نقدر نحط الحديد في الحيطان حسب الجدول ده، او بنوحد القطاعات. يعني مثلا في الوول مثلا 8 14، بنمشي 8 14، مش يعني مش هتخسر في خزان بالحجم ده. احنا نحط 6 8 14 في الحيطان كرأسي، بالنسبة للأفقي برضو في السايد نحط 8 14، أو نحط حديد إضافي لل6 12 اللي عندنا بحيث يغطوا ال8 14. بالنسبة للفلور عندنا 9 12، بنحولها طبعا ل14، فنحاول نوحد قطاع الحديد في الخزان كله. نقول مثلا 9 12، لو استخدمنا في الفلور 9 12 ملي، يبقى 9 12. بنيجي عند العمدان نحط حديد إضافي برانيت بس من تحت في الرئة السفلية، على أساس إن الليبشة بتبقى عكس الفلات سلاب. كده يعني يعتبر الخزان اتصمم. اللي ممكن نشيك عليه مثلا في البانشنج، البانشنج مثلا نشوفه في الفلات سلاب، بنقوله إن دي كولوم ب50. أنا عامل برنامج على الإكسل، إكسل شيت كده دبليو توتال، على أساس واخدين 200 و200، والمسافات 6 متر ما بين أكسات العمدان، بيطلع سيف بالنسبة للبانشنج. دي القوانين اهي. بعد كده ده بالنسبة طبعا للعمود المدور. بعد كده هيتفضل عندنا البانشنج ان رفت، بس دي عايزة حمل العمود. ان شاء الله المرة الجاية بنجيب احمال العمدان وبنصمم السقف على بالسيف. ناخد بالمرة تصميم السقف، ناخد تصميم السقف هنا دلوقتي. بنقول المرة الجاية بناخد تصميم السقف بالسيف، وبناخد تصميم العمدان المدورة بالسي اس اي كولوم. هنا ممكن نقول حاجة مثلا بسيطة على السقف كده، ان احنا نقوله ان احنا لو استخدمنا 5 في 12 في المتر، هيطلع عندنا مومنت 1.79، 1.79. يبقى لو شفنا كده بنقوله ناقص 1.79، 1.79 إلى 1.79، نقول أوكي. دي المساحات اللي بيغطيها 5 12 في المتر. 1.79 كل ده متغطي بال5 12، ما عدا برضو العمدان هتحتاج برانيت تقريبا ضعف العدد ده، حوالي 10 12 أو 12 12 فوق العمدان. زي ما احنا شايفين كده ان العزوم نقدر نقول انها ب4 تقريبا، 4.5، 4.5 تقريبا، يعني في حدود 12 في 12. نقدر طبعا نستخدم حديد 14 أو 14 كبرانيت بالإضافة لل12 اللي عندي في البلاطة. كفكرة عامة يعني، كفكرة سريعة. يبقى إن شاء الله المرة الجاية بنصمم العمدان بالسي اس اي كولوم، وبنبين ازاي بنجيب ردود الأفعال عليها. بنجيب ردود الأفعال التربة، ونشوف إذا كانت هي سيف ولا مش سيف على ال20 كيلو اللي عندنا في كرد فعل التربة. ونصمم السقف بالسيف إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.